الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم اجعله لنا مؤنسا في قبورنا واجعله لنا شفيعا يوم العرض عليك. نعوذ بك من شماتة الاعداء ونعوذ بك من عضال الداء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من الشقاء بعد الهداية. نعوذ بك يا ربنا من كل عدو يريد بالاسلام سوى. اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم ارفع راياتنا اللهم احفظ صفوفنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله عرفه العارفون. التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابي الجليل حارثة فقال الحبيب لحارثة: كيف اصبحت يا حارثة؟ قال حارثة: اصبحت مؤمنا والحمد لله يا رسول الله. فقال له الحبيب: يا حارثة، ان لكل قول حقيقة فما حقيقة ما تقول؟ سؤال موجه من سيد الخلق وحبيب الحق الى احد اصحابه: اصبحت مؤمنا، ما حقيقة هذا؟ فقال حارثة: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فاصحرت ليلي واظمأت نهاري وكأني انظر الى عرش ربي بارزا. عزفت نفسي عن الدنيا فاصحرت ليلي واظمأت نهاري وكأني انظر الى عرش ربي بارزا وكأني انظر الى اهل الجنة يتضررون فيها والى اهل النار يصرخون فيها. فقال له الحبيب المصطفى: يا حارثة، لقد عرفت فلتا. قلوب، حقائق ثابتات، حقائق ثوابت. اصبحت مؤمنا، عزفت نفسي عن الدنيا، اسهرت ليلي اظمأت نهاري، اسهرت ليلي بقراءة القرآن واظمأت نهاري بالصيام، صيام وقرآن وقيام. واسمعوا الى هذا التعبير العربي البديع: اسهرت ليلي. لم يقل سهرت ليلا، انما قال اسهرت ليلي، كأنه من طول القيام وقراءة القرآن وذكر الواحد الديان والصلاة، كأنه بهذا هو الذي أرغم الليل على أن يسهر معه. لا
لم يقل سهرت الليل وظمئت النهار، انما قال انا الذي اسهرت الليل واظمأت النهار، اسهرت ليلي جعلت الليل يشاركني في سهري، واظمأت النهار جعلت النهار يشاركني في غمي. ثم ماذا؟ كأني انظر الى عرش ربي بارزا، كأنه ينظر الى علياء الى ما فوق السبع السبع، فيرى عرش الرحمن جل في علاه، فيرى عرش الرحمن جل في علاه. انها قلوب خافت، فلما خافت عرفت، فلما عرفت احبت، فلما احبت شفت، فلما شفت اشرقت، فلما اشرقت استنارت، فلما استنارت رأت، فلما رأت رأت عرش الرحمن، فلما رأت عرش الرحمن عاشت مع اهل الجنان. ايها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الجبار؟ من الغفار؟ من القهار؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الحي؟ من الحي؟ من القيوم؟ من الصمد؟ من الفرد؟ من القهار؟ من الغفار؟ من الجبار؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الودود؟ من الغفور؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الولي؟ من الكبير؟ من المتعال؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد؟ سهرت اعين ونامت عيون، سهرت اعين ونامت عيون في شؤون تكون او لا تكون. ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. اذا ضاقت عليك الدنيا بما رحبت فقل يا الله، 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 يا يا الله.
يا الله يا الله يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اسمع الى الحبيب محمد وهو يشخص حال الامه. اسمع الى سيد الخلق وحبيب الحق وهو يشخص حال الامة فيقول: اذا عظمت امة الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام، فاذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، فاذا عملت امتي بالمعاصي سقطت من عين الله جل جلاله. سيدي سيدي يا حبيب الله، اذا عظمت امتي الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام، فاذا ما تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، فاذا عملت بالمعاصي سقطت من عين الله. والداءات الثلاثة كلها فينا، اما الدنيا فقد عظمناها وانشغلنا بها عن ذكر مولانا، واما عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا بيننا. اصبح الخصم العنيد قاضيا واصبح الذئب الضاري راعيا، واما عن العمل بالمعاصي فهل ترى عن يمينك او شمالك او من ورائك او من خلفك الا المعاصي. الربا عم والزنا قم والخمر رائحتها فاحت والقتل استشرى والظلم ملا الكرة الارضية من اقصاها الى اقصاها. الغيبة والنميمة هي الفاكهة الفاسدة في مجالسنا. السهر على اعراض العباد اصبح سلوانا لاوقاتنا، فهل بقي بعد ذلك الا ان نعود الى الله ونستغفره لعله ان يتوب. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، اقمت بعدك للعباد شريعة لا سوقة فيها ولا امراء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها اسفاء، والدين نصر الدين نصر والخلافة بيعة والامر شورى والحقوق قضاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله السقاء. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة
الاسلام وحراس العقيدة. من عادى بي وليا فقد اذنته بالحرب. ماذا قال الولي لرسول الله؟ وماذا قال له سيدنا حبيب الله؟ ايها الاخوة الاماجد، مع الدرس الحادي والستين بعد المئة الثالثة التقي وحضراتكم مع سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وامامه الان رجل من اصحابه كان الرسول اذا رآه يقول له مرحبا بخالي، هذا خالي فليرن امرؤ خاله. كان الرسول يناديه بالخال ويفخر بخمولته. ماذا قال هذا الخال لسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ انه سعد بن ابي وقاص. التقى بالرسول ذات يوم فقال له يا حبيب الله سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. فماذا كان جواب الرسول؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما عودنا كان بعيد النظر ثاقب الفكر صائب الرأي عميق الفهم نافض البصيرة عبقري الفؤاد ذاتي النفس. عرفناه كذلك وسنظل نعرفه كذلك. كان الرسول يستطيع ان يقول اللهم اجعل خالي سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعوة، ولكن الرسول كان اذا نصح عمم النصح لا يقصره على واحد. اذا كان سعد يريد ان يكون مجاب الدعوة فان هناك ملايين المسلمين امثال سعد يريدون جميعا ان يكونوا مجابي الدعوة. فهل يرد الرسول على سعد وحده؟ وقد قال له ربه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، لا لسعد ولا لابي بكر ولا لعمر، ارسلناك رحمة للعالمين. فقال الحبيب المصطفى يا سعد اصب مصعبك تكن مستجاب الدعوة. اصب مطعمك، كل من الحلال، كل من الحلال تكن مستجاب الدعوة. فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذف باللقمة من الحرام في جوفه فلا يتقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل اربعين يوما، ومن نبت اسمه من حرام فالنار اولى به. هذه حقائق يجب ان ندركها. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.
كأن الذي يمنع الدعاء من القبول هو أكل الحرام. بل إن الأئمة قالوا إن من لبس ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم من حرام والدراهم التسعة من الحلال وصلى في هذا الثوب فإن الله لا يقبل الصلاة فيه حتى يضعه عنه. وعجيب عجيب أن نرى الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه يأتيه رجل فيطلب منه أن يقرضه بعض الدراهم فيعطيه الإمام، يعطيه الإمام ما طلب، فيقول الرجل للإمام اقبل داري هذه لتكون رهنا عندك يا امام حتى ارد ما اخذت. فيقبل الامام. وذات يوم يمر احد الناس بالامام تجده واقفا في حرارة الشمس والشمس تضرب وجه الارض بسياطها الحامية ويسيل منها لعاب كالمهل يسوي الوجوه وامامه ظل البيت المرهون عنده. فيقول له الرجل لما تقف في هذا المكان ولا تقف في ظل البيت؟ فيقول له الامام ان هذا البيت مرهون عندي واخاف ان اقف في ظله فاكون قد انتفعت به. فيسألني الله عن ذلك يوم القيامة. ظل بيت. ظل بيت لكنه مرهون. والشرع الحنيف يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولا يجوز شرعا الانتفاع بالرهن. فالعين المرهونة عندك لا يجوز لك ان تنتفع بها اي انتفاع. لان الله لم يشرع الرهن لينتفع به من اقرض المال. انما شرع الرهن ليكون وثيقة واماما وضمانا لسداد الديون. اسألوا اهل القرى، اسألوا سكان الريف ماذا يفعلون اذا رهن. ينتفعون بالارض ويزرعونها ويحفظونها ولا يدفعون ايجارها. انما الزراعة والحصاد كل هذا مقابل انهم دفعوا بعض المال سلفا. والله لا يقبل القرض ولا يسيب على السلف. اذا جر من ورائه نفعا فانه يصير ربا. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول الربا 99 بابا من الكبائر، اقل ذنب منها من زنى بامه في حجر الكعبة. يا سعد يا سعد واخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والان ايها الاخوة الاعزاء
انتقل بحضراتكم من عصر النبوة الى عصر الفاروق رضي الله عنه. فلقد اصدر الفاروق عمر امرا بتولية سعد بن ابي وقاص امرة الجيش الاسلامي المتوجه الى القادسية ليضرب الجبهة الفارسية العاصية. وتلقى سعد امر امير المؤمنين بصدر رحب، فهو جهاد في سبيل الله. وبينما الاوامر تصدر الى الجيش بالتحرك، وبينما الجيش على مشارف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ توجه عمر الى قائده سعد ليقدم له النصيحة. اتدرون ماذا قال عمر؟ هل مناه الامانية؟ هل انعم عليه برتبة الفريق الاول او المشير؟ هل ملا صدره ورصعه بالنياشين والاوسمة؟ لا والله، انها كلمات اذا كتبت تكتبوها بحروف من ذهب على صفحات من نور. قال عمر لسعد: يا سعد، اوصيني واياك بتقوى الله. الفاروق يوجه وينصح، ينصح قائدا متوجها الى حومة الوغى وساحات القتال، الى معركة لا يدري مصيرها الا الله وحده. فماذا يقول لسعد؟ اوصيني واياك بتقوى الله. يا سعد، لا يغرنك انك خال رسول الله، فان من اسرع به عمله لم يسرع به حسبه. يا سعد، يا سعد، انا لا اخشى على الجيش من عدوه، انما اخشى على الجيش من ذنوبه. من ذنوبه، فاننا اذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصية، وزاد علينا في العدد والعدد فهزمنا. يا سعد، سر ومن معك على بركة الله. وصار سعد توجه على بركة الله ودارت الحرب، وكانت حربا حامية، حامية الوصيف، ولكنها بعد 3 ايام غربت شمس دولة الفرس الى غير رجعة، واستعد سعد ليدخل القصر الابيض، قصر كسرى، استعد لهذا. وجاء الموعد المطلوب، وسعد حاف القدمين، لا يجد حذاء يلبس في قدمين، لكنه ملك الدنيا بقناعته وملكها بإيمانه. ودخل سعد قصر كسرى وغاصت أرجله في بساطه العجمي، وتلفت سعد حوله فوجد نارا تمتلع ألسنتها يعبدونها من دون الله،
فماذا قال سعد؟ امر المؤذن ان يؤذن في جنبات القصر. هذا اول عمل عمله، لم تهزمه نشوة النصر، ولم يتسرب الغرور الى نفسه، لان حول نفسه قلاعا مكينة من نور الايمان. اول امر صدر في قصر كسرى، ولاول مرة في التاريخ يعلن اسم الله في هذا المكان، ووقف المؤذن يؤذن في جنبات القصر. فلما وصل الى الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله، اطفئت نار الشرك بقوة التوحيد. اطفئت نار الشرك بقوة التوحيد، واقيمت الصلاة، والصلاة عماد الدين، وتارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هيئة أركان حرب جهنم. قيمة الصلاة، وتجول سعد في جنبات القصر، والله ما عرف الغرور نفسه، وما استطاع ان يقتحم عليه اسوارها. تجول في جنبات القصر وهو يقرأ قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فماذا حدث؟ بينما سعد يجلس، اذا بجندي من جنود جيشه يستاذن في الدخول، ولم يكن على باب سعد حاجب، انما كان على بابه آذن. وفرق بين الحاجب والآذن: الحاجب يحجب ويمنع، والآذن يأذن وينظم. ما عرفوا الحجاب، ما عرفوا الحجاب، وما عرفوا الأبواب، بخلاف ما نحن عليه من كبر وغطرسة. تجد أمام الحاجب حاجب، وأمام الحاجب باب، ووراء الباب حارس، ووراء الحارس آمر، ووراء الآمر ظالم. ما عرف الحجاب، بل إن أمير المؤمنين عمر كان ينام في ظل شجرة يتوسد ذراعه الايمن، جعل من ذراعه وسادة في ظل شجرة على تراب الارض، ويدخل مندوب كسرى في المدينة فيجد هذا الانسان نائما، وهو يريد الوصول الى امير المؤمنين، فيقول له الدليل: هذا هو امير المؤمنين ينام.
وينظر الفارسي الى امير المؤمنين اعاد اميركم؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فاسمعوا معي كيف صور احد الشعراء هذا المشهد المهيب. يقول: وراى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس ان لها صورا من الجند والحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرى فيه الجلالة في اسمى معانيها فقال قولة حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها. امنت امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. امنت امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. بل ان امير المؤمنين عمرا وهو تربع على ناصية الدنيا ياتيه جندي يشكو له قائده ابا موسى الاشعري، ومع الجندي شعر راسه وهو يبكي ويقول: يا امير المؤمنين، ان اميرك ابا موسى الاشعري قد آذاني وحلق رأسي. فيأخذ عمر الشعر من جنديه ويلقه في قطعة من القماش ويكتب امرا الى ابي موسى من عبد الله عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري: اما بعد فاذا وصلك هذا الجندي ان كنت حلقته امام الناس تجلس ليحلق رأسك امام الناس، وان كنت حلقت رأسه بينك وبينه فمكنه من رأسك حتى يحلقه لك بينك وبينه. ولما قرأ الجندي هذا الكتاب ملأ الحياء نفسه وقال له: أأحلق للأمير يا أمير المؤمنين؟ قال له: نعم، لأن الإسلام لا يعرف الأمير ولا غير الأمير. قال الجندي: يا امير المؤمنين، اما وقد اخذت لي حقي فقد عفوت عنه امام الله رب العالمين. عفا عفا لما عرف الحق. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق. يا معشر السادة، ان سعدا بعدما رفرفت الالوية الخضر فوق رأسه على قصر كسرى دخل عليه جندي املس الكتفين املس الذراعين، ليس على ذراعه شريط وليس على كتفيه نجوم لوامع. ماذا تريد ايها الجندي؟ السلام عليك يا اميرنا، لقد عثرت في الطريق على هذه العلبة فخذ. ويفتحها سعد فيجد فيها مجموعة من الجواهر الكريمة، فصوص من الياقوت
ومن الثمرد ومن اللآلئ والجواهر. الجندي يقول للامير سعد: لقد لقيتها واردت ان اؤدي الامانة الى اهلها. فيسأله سعد سؤال دعابة، سؤالا بين قائد وجندي امين، فيقول له: الم تقطعها؟ الم تأخذ منها شيئا؟ فيقول له الجندي: والذي بعث محمدا بالحق لو اردت ان اخذ منها شيئا لاخذتها كلها وما اتيتك بها. هل كان احد يعلم انني لقيت شيئا؟ لكن الذي دفعني الى الاتيان بها انني اخاف ان يسالني عنها من لا يغفل ولا ينام. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيسأله سعد: ما اسمك يا فتى؟ فقال له الجندي: وماذا تريد ان تصنع باسمي؟ اتريد ان تنشر اسمي بين الناس فتمسح ثواب الله؟ والله لا اخبرك باسمي، لا اخبرك باسمي، فانا ما جئت بها رياء ولا سمعة، انما جئت بها ابتغاء مرضات الله. ويظل اسم عاد الجندي مجهولا لا يعرفه احد، لم تحدثنا الصحف عن اسمه ولم يذكر الاعلام اسمه، انما ظل محتفظا باسمه بينه وبين خالقه. اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ايها الاخوة الاعزاء، تلك هي الامانة في اسمى معانيها، وذلك هو الخلق في ارقى درجاته. هذا سعد في بلاد فارس، فماذا عن امير المؤمنين في المدينة المنورة؟ ماذا؟ ارسل اليه سعد البريد الاسلامي يبشره بنصر الله، وركب البريد فرسه ودخل المدينة المنورة. ولم يكن هذا الذي ارسله سعد قد رأى امير المؤمنين قبل ذلك، فيجد امير المؤمنين على باب المدينة وقد تقرحت جفناه من طول السهر. اتدرون ماذا كانت وظيفة عمر عندما يرسل الجيش الى الجهاد؟ كان يمر بابواب المجاهدين الغائبين ويطرق الباب، فترد زوجة المجاهد من الطارق، وقبل ان تفتح الباب يأمرها عمر ان لا تفتح الباب، يقول لها: انا عمر، اتريدين ان ترسلي الى زوجك خطابا فتملي عليه الخطاب وهو يكتب وبينهما الباب موصبا؟ اتدرون ماذا كانت وظيفة عمر والجيش في الميدان يقاتل؟ يمر ببيوت المجاهدين ويسألهم ماذا يريدون من الطعام وماذا يريدون شراءه من الاسواق،
فانزل عمر السوق بنفسه واشتري ما طلبه منه اسر المجاهدين. هذه كانت وظيفته اذا تحركت الجيوش الى الميادين. وذاك كان خلقه، كان خلقه القرآن، والقرآن تواضع وادب ورحمة. اتدرون ماذا حدث؟ دخل البريد المدينة يجري بفرسه، وامير المؤمنين يجري وراءه كما يجري الخطير وراء عمدة البلد، والراكب لا يدري من الذي يجري وراه، يجري بفرسه والناس يستوقفونه. قف ان امير المؤمنين يجري وراك. لبس كما لبسوا، واكل كما اكلوا، وجاع كما جاعوا، وسهر كما سهروا، سهر كما سهروا، ولكن على مصالحهم. ويقف الرجل الراكب امام دار القيادة العامة للقوات الاسلامية المسلحة، وينزل عن فرسه، وانظر الى وجه امير المؤمنين وقد ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله، فيسأله امير المؤمنين: اجبني بسرعة كيف حال المسلمين في بلاد فارس؟ فيقول له البريد: ابشر بنصر الله يا امير المؤمنين، والتمس منك الصفح والسماحة. فيقول له امير المؤمنين: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعز جنده. يا اخي لا تخف ولا تحزن، فوالذي نفس محمد بيده، لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ايها السادة الاعزاء، واعود بكم من عند عمر لاعود بحضراتكم بعد جلسة الاستراحة الى عمر. اعود بكم من عند عمر لاعود بعد ذلك الى عمر، امن عمر الى عمر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: اكثروا من ذكر عمر، فانكم اذا ذكرتم عمر فقد ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله جل جلاله. معشر السادة، اعود بحضراتكم من هنالك من عند سعد وعمر الى هناك حيث معركة القادسية، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله فيها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا
خلقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان الى دار القيادة الاسلامية المسلحة، واجد امامي الان امير المؤمنين عمر وصاحبه علي بن ابي طالب، وارى جنديا حاسي القدمين املس الذراعين خاوي الصيع الوفاض من الكتفين، يدخل على امير المؤمنين عائدا من معركة القادسية ومعه سيف كسرى مصنوع من الذهب الخالص، ومعه منطقة كسرى الحزام الذي كان يشده على رصفه، ومعه تاج كسرى. ما هذا؟ والله الذي رفع السماء بلا عمد عندما اطالع هذه الدروس، اسأل نفسي انحن في حلم ام علم؟ اكان هؤلاء بشرا ام كانوا ملائكة هبطت من السماء الى هذا الكوكب؟ ولكن يزول العجب عندما اعلم ان الذي رباهم هو محمد. موقف تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت، موقف عجيب. جندي لا يملك من حطام الدنيا شيئا يأتي بتاج كسرى وسواريه وسيفه وحزامه المرصع بالجواهر، يأتي بكل هذا الى من؟ الى امير المؤمنين عمر. لماذا؟ اينتظر ان يهديه عمر الكوكب الذهبي؟ اينتظر ان يخلع عليه قلادة النيل؟ اينتظر ان يعلق على صدره وسام الاستحقاق؟ ماذا ينتظر؟ ان معه من الذهب والحلي ما لو باعه في اسواق الارض لاصبح يتربع على جبل من ذهب. لماذا يأتي بكل هذا؟ لماذا؟ مع ان احدا لم يخبر عمر ولم يدله على ما وجد، لكنه لا يراعي ديوان المحاسبات ولا قسم المخالفات المالية ولا جهاز الرقابة الإدارية ولا إدارة الكسب الحرام ولا مصلحة الضرائب ولا مكافحة التفريط، إنما راعى واحدا هو الواحد. انه يحمل بين جنبيه قلبا هو جهاز الرقابة
ولقد تعددت الأجهزة عندنا، وكلما تعددت كلما زادت السرقات. تعددت الأجهزة والرقابات وزادت الاختلاسات والسرقات. لماذا؟ لأن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفسدنا النفوس، ضيعنا القلوب، حطمنا الضمائر، فتحنا الخمارات، خرجت النساء عاريات، لعبنا القمار، شجعنا المنكر، قضينا على المعروف. اذا مر بالناس رجل امين عجبوا وقالوا: ان في بني فلان رجلا امينا. اصبحت الامانة كالشعرة البيضاء في الثور الاسود. دخل الجندي على امير المؤمنين، القى عليه السلام، ثم دفع اليه بالامانات كلها، بكل الامانات. والله ما خطأ شيئا، ولا اختلس شيئا، ولا سرق شيئا، ولا طمع في شيء. ووضع عمر الامانات كلها امامه، وقلب كفيه عجبا، اخذته الدهشة واستولى عليه العجب، ونظر الى علي رضي الله عنه وقال له: يا علي، ما هذه الامة؟ جندي حاف القدمين، جندي املس الذراعين، جندي عاري الكتفين، جندي لا يملك من حطام الدنيا شيئا. ما الذي دفعه يا علي الى ان يأتي بهذه الاشياء؟ فيسمع الاجابة من علي، وعلي رجل كانت الحكمة تتفجر من جوانبه وتنطق من نواحيه. اتدرون ماذا قال له علي؟ قال له كلمتين اثنتين. قال له: يا امير المؤمنين، عفت فعفت، ولو رتعت لرفعوا. عفت فعفوا، ولو رتعت لرفعوا. يا معشر السادة، هاتان كلمتان يجب ان نسجلهما على صفحات القلوب. عمر يسأل عليا ويقول: اي امة هذه؟ وعلي يجيب بإيجاز وجيز، لكنه معجز وعزيز. عففت يا امير المؤمنين فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. هكذا كانوا، هكذا كانوا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، الذي ملأت خيبته كل مكان، يبلغ من عدله انه استأجر فرسا من رجل ليقضي عليه بعض حاجاته. وبينما عمر راكب فرسه وعلى كتفيه برزته ومنهمك في ذكر الله، اذا بغصن في شجرة يتعلق به الرداء، فيسبك الرداء بالغصن، وعلي وعمر مندمج في توحيد ربه لا يدري. ومشى الفرس به بعيدا عن الشجرة، واذا باحد الرعية يقول له:
يا امير المؤمنين ان رداءك قد تعلق بالشجرة التي وراءك. فينزل امير المؤمنين عن الفرس ويمشي على قدميه ويأخذ الرداء من فوق الغصن ويعود الى فرسه. فاسأله الرجل: يا امير المؤمنين لما لم ترجع الى الشجرة راكبا فرسك؟ فيقول له عمر: لانني لم اتفق مع صاحبها على ان ارجع بها اذا تعلق الرداء بالشجرة. فيسأله الرجل: ولماذا لم تأمرني انا حتى ارجع واتيك بالرداء بدلا من ان تمشي وتتعب؟ فقال له عمر: وهل انت خادم عندي حتى امرك بهذا؟ انها العدالة، انها العدالة في ارقى معانيها. يا معشر الاخوة الاعزاء، لقد عجبت وما لي لا اعجب. احد الدكاترة في بلدنا كتب مقالا يوم الخميس الموافق 27 من شهر مارس عام 80 و900 من الميلاد. كتب المقال تحت عنوان العروبة والحضارة والدين، وصب جام غضبه على اللغة العربية. لماذا نتمسك بها؟ لماذا نسمي الراديو بالمذياع؟ ولماذا نعرب التلفزيون؟ ولماذا نتمسك بألفاظ اللغة؟ ثم بعد ذلك قال ان مصطفى كمال غير الحروف العربية الى حروف لاتينية، ومع ذلك اكتسب احترام العالم ولم يلمه. ثم بعد ذلك قال: لماذا يجمد العلماء على باب العبادات ولا يجتهدون في باب المعاملات؟ ولماذا يباح الفطر للمسافر؟ ان كان يباح في الايام الماضية فلا يباح في تلك الايام التي اصبح السفر فيها مريحة. ثم ختم مقاله بقوله: انني عمة فسدت. عبر عن نفسه بانه عمة لكنها عمة فاسدة. ولقد اسفت لكتابنا، الى متى سيظلون في طغيانهم يعمهون؟ لماذا لا يرتقون الى مستوى الاحزاب؟ لقد قرأت بعدها في الجريدة نفسها، قرأت بعدها: ما جعل الفؤاد يصاب بالجراح. قرأت يوم الاثنين الماضي في جريدة الاخبار نفسها: ماذا حدث للمسلمين في دولة كمبوديا؟ ماذا حدث له على مستوى الشيوعيين الملحدين؟ كان في كمبوديا 1,000,000 يوحدون الله تعالى. اتدرون ماذا صنعت فيهم الشيوعية في الحمراء؟ قتلت منهم 700,000 واحد، ولكن كيف قتلتهم؟
كيف قتلتهم. جاءوا بهم وامروهم ان يحفروا خنادق على عمق 10 امتار وعرضها 5 امتار. ثم بعد ذلك امروهم ان يلقوا بانفسهم في قاعها والا حصدتهم المدفعية الحمراء والقي بالموحدين في الخنادق. ثم بعد ذلك اهيل عليهم التراب وماتوا احياء. ومن لم يمت في الخنادق جيء به ووضع في اكياس من البلاستيك ثم اغلق عليه الكيس وعلق في جذوع النخل فمات مختنقا. ثم جيء بالحوامل وما ادراك ما الحوامل. بكرت البطون بالسلاح واخرجت الأدلة من بطون امهاتها ومات النساء. هذا ما يجري على المسلمين، هذا ما يجري على المسلمين والمسلمون قسرة. لكنهم غثاء كغثاء السيل كما قال سيد الخلق. المسلمون قسرة ولكن كما قال جمال الدين الافغاني لقد ماتت عزائم المسلمين ومات فيهم كل شيء الا شهواتهم. سيادة الدكتور، ماذا تريد من اللغة العربية؟ ايحسنك ان نسمي الراديو بالمذياع؟ اهذا يحزنك؟ اهذا يؤلمك؟ ماذا تريد؟ واللغة العربية تنادي بأعلى صوتها وتقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. اسمع الدكتور يقول الدكتور ما الداعي الى نون النسوة؟ يحزنه ان يقول القائل النساء خرجنا. لماذا تقولون خرجنا؟ قولوا خرجوا، لا تفرقوا بين الرجال وبين النساء. الدكتور يريد ان يصدر قرارا دكتوريا بالغاء نون النسوة من اللغة العربية. الدكتور يناسب النساء، الدكتور يتقرب الى الجنس اللطيف، ما الداعي الى نون النسوة؟ واذا كنت يا دكتور تريد ان تلغي نون النسوة التي اثبتها الله في كتابه، اولم تقرا قوله تعالى يا نساء النبي ان كنتن يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحصنات منكن اجرا عظيما وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله. ايثبتها الله وتلغوها انت يا دكتور؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد يا سيادة الدكتور؟ يريد ان نلغي نون النسوة وبناء عليه
لا داعي الى ان نثبتها في القرآن. ان الحقيقة ايها الاخوة الاعزاء ليست مينون النسوة، انما كل مدار الابحاث على تحريف القرآن وعلى عدم فهم القرآن. اذا الغيت سن النسوة فاقرأوا الايات كما يلي: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدون الحياة الدنيا وزينتها فتعالوا امتعكم واسرحكم صراحا جميلة، وان كنتم تريدون الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد المحسنات منكم اجرا عظيما. وبعد ذلك وقروا في بيوتكم ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الاولى، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله. ما هذا؟ هل حلت جميع المشاكل ولم يبق الا نون النسوة؟ يا محبوب النسوة، يا خادم النسوة، لا اله الا الله. ثم ماذا؟ ثم ماذا يريد سيادته؟ يقول سيادته ان مصطفى كمال اتاتورك غير اللغة العربية الى الحروف اللاتينية. نعم، ومن هو اتاتورك؟ من هو كمال اتاتورك الذي يفخر به الناس عندنا في مصر ويشيدون به ويرفعونه الى مناط الثريا بينما الاسلام يضعه في مضمار الثرى؟ من هو مصطفى كمال اتاتورك؟ كمال اتاتورك هذا رجل يعتبر اشد خطرا على الاسلام من ابي جهل وابي لهب. والله ابو جهل وابو لهب لم يحارب الاسلام كما حاربه كمال في تركيا حربا شعرا. اسمع يا سيد الدكتور ماذا حدث من مصطفى كمال. كان يعاقر الخمر ذات ليل سهران في احدى دور النهر في احد الكازينوات، يعاقر الخمر ليلا وبينما هو في سكره وفي نشوته وفي لهوه اذ سمع صوتا عاليا يرتفع فسأل: ما هذا الصوت؟ فقالوا له: انه اذان الفجر. اتدرون ماذا صنع؟ اذان الفجر، اذان الفجر يقطع عليه شهوته، يقطع عليه نشوته، يقطع عليه الصبر، يقطع عليه عربدته، يقطع عليه فكره. اتدرون ماذا فعل كمال اتاتورك؟ اخبر امره بهدم المسجد. كمال اتاتورك اخبر امره بهدم المسجد وهدم المئذنة وتحويل الاذان من اللغة العربية الى اللغة اللاتينية. هذا هو كمال اتاتورك، الرجل الذي لم تربه امه، انما ربته حاضنة يهودية، لما وترعرع في حجر امرأة يهودية غزته بلبانها. مصطفى اتاتورك احد رجال الدونمة، والدونمة عند اليهود عبارة عن ان يأتوا باشخاص يسمونهم باسماء المسلمين ثم بعد ذلك يحاربون بهم الاسلام. اسمه مصطفى لكن افعاله افعال يهود في حرب الاسلام.
مصطفى كمال هو الذي ألغى الخلافة الإسلامية وأسقطها، والله الذي لا إله غيره لو ظلت الخلافة ما استطاعت إسرائيل أن تأخذ من فلسطين شبرا واحدا. لكن اليهود قبل أن يأخذوا فلسطين أسقطوا الخلافة، وبعدما أسقطوا الخلافة عزلوا الإسلام عن الجهاد. وعندما ذهب المجاهدون المسلمون ليرفعوا الراية على فلسطين صدرت الأوامر من النقراشي باشا إلى جميع المجاهدين أن يتم إلقاء القبض عليهم وأن يرموا في السجون. اليهود لا يلعبون، اليهود لا يلعبون، اليهود لا يلعبون. احذروا اليهود ومعاملة اليهود. معاملة اليهود مسؤولية امام الله. لا تبيعوهم ولا تشتروا منهم. بايعوا المسلمين ونصحوا المسلمين واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو كمال أتاتورك. وما ضاع الإسلام في تركيا إلا على يدي كمال، وما ضاع الإسلام في مصر إلا على يدي جمال. وبين كمال وجمال نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ماذا يا دكتور يا صاحب العمة الفاسدة؟ يقول يجب على الإسلام أن يتطور. فإذا كان الإسلام يبيح للمسافر أن يفطر في رمضان فليس للمسافر الحق أن يفطر في هذه الأيام، لأن السفر أصبح مريحا ولا تعب فيه. وأنا أقول للدكتور اسمع يا دكتور، هل درست شيئا في أصول الفقه؟ الواقع أن من يقرأ كلامك هذا يعتقد أنك أجهل من الجهل نفسه في أصول الفقه. الحكم في الشرع يا دكتور لا يضر مع الحكمة، إنما يضر مع العلة وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا فقدت العلة فقد الحكم. أما الحكمة فلا دخل لها بالحكم. إليك ما يلي: إذا فرضنا أن رجلا يشرب الخمر ولكنها لا تسكره لأنه أصبح مدمنا، فهل معنى ذلك ان الله يبيح له شرب الخمر؟ هو لم يسكر منها، اصبح جسمه كالدابة لا يشعر بسكر من الخمر، فهل يباح له شربها؟ لا، ان الله لم يحرم الخمر لانها تسكر، انما حرمها لانها خمر. فالخمر خمر سواء اسكرت ام لم تسكر. الحكمة من تحريمها هو السكر، والعلة هي الخمر. رجل زنى بامرأة ولكنها قبل ان تزني به تعاطت حبوب منع الحمل. الله تعالى حرم الزنا، الحكمة من ذلك هو عدم ضياع الانساب، والعلة هو الاعتداء على الاعراض. الزنا اعتداء ام غير اعتداء؟ اعتداء. فالزنا حرام سواء حملت منه ام لم تحمل، ام لم تحمل. الزنا حرام لانه زنا. الحكمة هو عدم ضياع الانساب. فاذا لم تضع الانساب بمعنى انه لم يحدث حمل لحبوب منع الحمل
وانتشارها بين الناس، او لان الدولة فتصرع اولاد الزنا، فهل معنى ذلك ان يباح الزنا؟ لا، الحكمة شيء والعلة شيء، والحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة. فالعلة في افطار المسافر هو السفر نفسه، والحكمة هي المشقة. فاذا وجد السفر وجد الحكم والتيسير من الله، واذا وجدت الحكمة فنعم، اذا لم توجد الحكمة فلا شيء. لو سافر الانسان في القطار المجري بكل راحة، اليس هذا سفرا؟ انه سفر. ولذلك فان الله اباح الفطرة واباح قصر الصلاة في السفر لانه سفر لا لانه مشقة. هناك حكمة وهناك علة، الحكم يدور مع العلة ولا يدور مع الحكمة. فلو فهمت هذا يا صاحب الحمة الفاسدة ما نشرت جهلك على المسلمين، ما نشرت جهلك على صفحات الاخبار. ايها الاخوة الاعزاء، لقد ابتلينا بامثال هؤلاء، وليس هذا بعجيب. فانا ما زلت اذكر يوم مات عدو الله ستالين عام 1953، يوم مات ستالين الذي ذبح من المسلمين 20 مليون موحد بالله. وكان له وزير مخابرات يسمى بريا، كما انه كان لنا هنا وزير مخابرات يسمى زكريا محيي الدين، نفس الدور الذي قام به بريا قام به محيي الدين. استغفر الله، ذا المميت الدين صاحب مذبحة سيدي نصرة. يوم مات ستالين في عام 1953، كتب احد خريجي كلية الشريعة بالخط العريض في احدى الصحف يقول لستالين: طبت حيا وميتا يا رفيق. هذه الكلمة قالها ابو بكر عندما دخل على الحبيب وهو مسجى ببرزته البيضاء بعدما لحق بالرفيق الاعلى. دخل ابو بكر على سيدنا محمد في حجرة ام المؤمنين عائشة، والرسول مغطى ببرزة بيضاء بعدما لحق بالرفيق الاعلى. فلما فتح ابو بكر الباب على رسول الله ورسول الله قد مات، انبعثت من الجسد الشريف ريحة اطيب من ريح المسك. فقال له ابو بكر: تبت حيا وميتا يا رسول الله. فاذا كان هذا الكلام قاله ابو بكر لسيد الخلق، ايليق ان يقوله احد خريجي كلية الشريعة لشيطان حارب الله ورسوله، لشيطان ملا بقاع الارض جورا وظلما؟ ايها الاخوة الاعزاء، استوصوا بالشباب خيرا، الشباب الان يقاسي ما يقاسي. والله لتمنيت ان اكون في بطن الارض لا على ظهرها عندما اخبرت من مجاميع الشباب ان هناك البومات من الصور. هذه الالبومات يحتوي كل البوم على 12 صورة، صور مصورة توزع على شباب الجامعات
كل ألبوم يحتوي على 12 صورة، كل صورة فيها وضع جنسي بين رجل وامرأة. الشباب يحترق، الشباب يحترق. صور جنسية توزع على الشباب المراهق، ألبومات من الصور كل واحد منها يشتمل على 12 صورة، كل صورة عبارة عن وضع جنسي يكاد يذهب بالأبصار. رجل وامرأة 12 وضعا بين رجل وامرأة، وانا انادي باعلى صوت، انادي انبه على هذه النار. ارى تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون له اوار. ثم ماذا، ثم ماذا يجري بين شبابنا في الجامعات؟ اشرطة مسجلة ظهرت، وظهرت بكثرة. اذا فتحتها لتسمعها، اذا ادرتها وجدتها عبارة عن حالة الجماع بين الرجل وبين امرأة في فراش الزوجية، تبدأ من الالف وتنتهي الى الياء. حالة جماع كامل، بالاضافة الى اغاني خليعة، اغاني خليعة، اغاني محرفة، اغاني خليعة تعملت فيها الالفاظ الصريحة التي لو سمعتها لوليت منها فرارا ولملئت منها رعبا. اشرطة توزع على شبابنا، وصور توزع، صور فيها 12 وضعا جنسية. اشرطة تشرح الجنس واللقاء بين الرجل والمرأة، اغاني خليعة صرح فيها بالفاظ قبيحة، الفاظ قبيحة وسخيفة. الصور توزع على الشباب، والمسجلات توزع على الشباب. من اين هذه الصور؟ ومن اين هذه الاشرطة؟ قالوا انها قادمة من اسرائيل. قلت في نفسي ان عندنا مفسدين اشد خطرا من اسرائيل. عندنا في بلدنا يهود اشد خطرا من يهود الصهيونيين. عندنا هنا والله الذي لا اله غيره ما زلت اذكر هذا السؤال من زوجة صالحة، زوجة صالحة، ما زال هذا السؤال يرن في اذني. جاءت تسأل هل يباح لي ان اطلب الطلاق من زوجي؟ قلت لماذا؟ قالت انه يشتري مجلات مصورة من المانيا الغربية فيها صور للآدمية في حالة لقاء جنسي، الحيوان نفسه يستحي ان يقوم بها. الحيوان نفسه، والله ان الجمل عندما يريد ان يأتي ناقته لا يرضى ان يجامع الناقة الا اذا بسط عليهما رداء يسترهما. الحيوان يستحي من الله. انني انبه على هذه النار، لا يمكن ان
ان تهزم امة في المجال العسكري الا اذا هزمت في مجال الاخلاق اولا. احذروا احذروا هذه الصور، فان العين اذا نظرت اليها كانت زانية. قال الحبيب المصطفى: العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذن اذا سمعت تلك الاشرطة المسجلة كانت الاذن زانية، لقول الحبيب المصطفى: الاذنان تزنيان وزناهما السم. انبه الى هذا، وعندما استمع الى قول القائلين ان هناك صورا تبيع الفواحش بين العباد، احمد الله قائلا: الحمد لله على نعمة العمى حتى لا ارى ما يغضب الله. يا معشر السادة الشباب يعاني من طيارات الفتاة، انما هزم الاغريق بسبب الجنس، وانما ضاعت الامبراطورية الرومانية بسبب الجنس، انما هزمت فرنسا بعد 48 ساعة امام المدفعية الهتلرية بسبب الجنس. هذه الصور تفك من عزم الشباب وتحل من اخلاق الشباب وتقضي على الشباب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هكذا رباهم وهكذا ارشدهم. ايها السادة الاعزاء، بعد ايام يصالعنا يوم ما انزل الله بتسميته من سلطان سميناه سم النسيم، وهو في الحقيقة سم النسيم، فلماذا نخصص للنسيم يوما؟ وهل امتنع النسيم يوما حتى نجعل له يوما؟ وللأسف سميناه عيدا. لنا في كل شهر عيد ما انزل الله به من سلطان. في شهر فبراير 22 عيد ذكرى الوحدة، في شهر مارس 7 مارس عيد سوريا حافظ الاسد، في يوم 21 مارس عيد الام عيد مصطفى امين، بعد ذلك ابريل عيد سم النسيم، بعد ذلك مايو عيد العمال، يونيو 5 يونيو عيد النقصة المباركة على امة الاسلام، عيد 23 يوليو بعد ذلك عيد السويس، في ديسمبر عيد النصر، حيث لا نصر حولنا الايام الى اعياد، في اكتوبر عيد سيدنا اكتوبر بارك الله لنا فيه ونفعنا به يوم العرض على الله. وهكذا حولنا الايام الى اعياد ما انزل الله بها من سلطان، مع انه ليس في الاسلام سوى عيدين اثنين: عيد الفطر وعيد الاضحى، وما عدا ذلك لا يعترف به الاسلام، فلا تحتفل بسم النسيم، لان من تشبه بقوم حشر معهم. اجعلوه يوما عاديا، ادوا فيه الصلوات واقرأوا فيه القرآن، واذا كان يوم عطلة فاجلسوا في بيوتكم وعمروها بذكر الله، فانه عيد روماني ليس عيدا اسلاميا. وانتم تعلمون
ان دولة الرومان حكمت مصر من سنة 31 قبل الميلاد الى سنة 641 بعد الميلاد. حكمت مصر 672 سنة، والرومان لم يكونوا نصارى، انما كانوا وثنيين يعبدون الاوثان. احتفلوا بهذا اليوم فلا تقلدوهم، لان من تشبه بقوم عشر معهم. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا، احيط سيادتكم علما بان هناك في حي السرابية 17 أسرة. ماذا حدث لها؟ خرت البيوت، سقطت البيوت منذ 3 سنوات، فاقيمت لهم خيام. ومنذ يومين انفجرت انبوبة من البوتاجاز فحرقت خيامهم كلها، واخرجتهم من الديار عراة حذر الموت يطلبون الفرار. اكلت ثورهم، فلما استقرت لم تغادر صغارهم والكبار. سائل الليل عنهم والنهار، كيف باتت نساؤهم والعبارة، كيف امسى رضيعهم فقد الامة، وكيف اصطلى مع القوم مارا. انني انادي بهذا النداء لان هناك عورات تنادي تريد سفرة، وهناك بطون تنادي تريد غذاء، وهناك امراض تنادي تريد دواء. وساذكر لكم عنوان الموقع، ومن قدره الله على شيء فليذهب الى هناك بينه وبين ربه لتقبل منه صدقته. هذه المنطقة في حي السرابية تقع بجانب كوبري كوتشمر، كوبري كوتشمر بجانب مدرسة الشهيد مصطفى الصبار. ومن يستر على مسلم يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وصاحب المعروف لا يقع، واذا وقع وجد متكئا. ايها الاخوة الاعزاء، هناك بجانب كوبري كوتشمر بجانب مدرسة الشهيد مصطفى الصبار يوجد 17 أسرة، 17 أسرة ضحايا الهزم ثم الحريق. ايها السادة، اسأل الله ان يجمع شملنا وان يرحمنا وان يتوب علينا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم لا تفضحنا بين خلقك، ولا تخزنا يوم القيامة. اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى امرنا واحسن قلاصنا وفك اسرنا. اللهم اجبر كسرنا وبلغنا مما يرضيك املنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله، 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 استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام.
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وحد الله، قل لا اله الا الله. من صفات المؤمن انه يذكر الله كثيرا، ومن صفات المنافق انه لا يذكر الله الا قليلا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. ربنا بيقول للمؤمنين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. بس الذكر عبارة عن ايه؟ ما انا عايزك تعرف الذكر عبارة عن ايه وايه ادب الذكر. ما هو المهم ان نعرف ما هو الذكر وما هو ادب الذكر. الذكر عبارة عن استحضار عظمة الله تعالى في قلب العبد المؤمن، ان دايما يكون ربنا حاضر معاك. ولذلك لما نام الامام مالك بن دينار على فراش الموت وسألوه يا امام ماذا كنت تصنع في حياتك، ما هو خلاص ما حيسلم لله، قال لهم لقد وقفت على باب قلبي 40 عاما كلما حاول شيء غير الله ان يدخل قلبي منعته من الدخول فيه. 40 سنة وليس في القلب الا الله. فالذكر عبارة عن استحضار عظمة الله في القلب. انما لو كان الذكر بالمعنى اللي احنا ماشيين بيه هو وحركات رأسية وحركات افقية ويتمايل يمين ويتمايل شمال والاخر يدوخ ويستنطى يجيب اللي في بطنه كله والاخر لما يستنطى يقوم له ايه؟ اصل خدته الجلالة. جلالة ايه يا ابني؟ جلالة ايه؟ فهو ده ادب الذكر. ده انت لو رحت لواحد عشان تطلع على البصائر الشخصية وقال لك عايز ايه؟ جاي ليه؟ فانت اتطوحت يمين قلت له عايز البطاقة الشخصية، عايز البطاقة الشخصية، هيحولك عنبر 4 اللي هي الاحوال المستعصية يا اخويا. ها؟ اه؟ جربك انت؟ جرب؟ ها؟ جرب؟ اذا كنت ترضى لنفسك هذا خلاص؟ ها؟ فاذا كان الموظف ما يرضاش انك تاخده بالطريقة دي ازاي بقى؟ حي هو ايه يا ابني؟ هو ايه يا ابني؟ ها؟ وتروح كده ابو السعود الجرح تلاقي المنشد قاعد وحواليه الذكيرة والمنشد بقى صوته حلو يقول لك اللي عيوني السود رموني حي حي. عيون سود ايه في الشيخ؟ عيون سود يا ابو العيون السود؟ ابدا. ده انا عايزك توحد الناس كده تقول يا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم
ساب السيدة جوارية بنت الحارث ام المؤمنين بتعبد الله ورجع. هذا مشوار ورجع قال لها انت كنت قاعدة بتقولي ايه؟ قالت له كنت اذكر الله. قال لها انا هقول لك كلمتين اذا قلتيهم يبقوا خيرا من الدنيا وما فيها. انا عايزك بقى توحد الله وتسمعني الصلاة على رسول الله تقول اللهم صل عليه. لا اله الا الله. ايه يا نبي نقول ايه؟ نقول سبحان الله وبحمده عدد خلق وزينة عرش ورضا نفسه ومداد كلمات. لو قلت مرة واحدة يبقى خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زنة عرشه رضاء نفسه مداد كلماته. وبعدين الامام البخاري ختم صحيحه بهذا الحديث. هو بدا كتابه بقول الرسول انما الاعمال بالنيات، وختم الكتاب الصحيح بايه؟ كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اهو ده ذكر من الاذكار اللي كان النبي بيقولها. من ضمن الاذكار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. من ضمن الاذكار استغفر الله العظيم. من ضمن الاذكار لا اله الا الله الملك الحق المبين. ما توحدوا رب العالمين يا رجال اولاد. لا اله الا الله. انما نروح نجيب بقى كلام لا له معنى ولا طعم. نقول حال روح كسق كد كد كركد. لما تقول كركديه وخلاص ايه كد كد كركد؟ انا ما هو ده بقى ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. وسيدنا النبي بيقول ان لله 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. 99 اسم يا اخي. مش مكتب 99 اسم بتجيب كلام ما احنا عارفين معناه ايه. ما تذكر الله بالاسماء التي نزلت على رسول الله. وبعدين ربنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله يعني يستحضرون عظمة الله في كل حال من احواله. فهو اذا كان قائما فعظمة الله في قلبه، واذا كان قاعدا فعظمة الله في قلبه، واذا كان نائما على جنبه فعظمة الله في قلبه. فهو في كل حال ذاكر ذاكر لله لا يغفل عن ذكر الله ابدا. ولذلك اسمع معايا شوف النبي بيقول ايه. بيقول الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. والنبي قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة.
وسيدنا موسى بيقول لربنا يا رب علمني شيئا ادعوك واذكرك به. شوف موسى بقى بجلال قدره كليم الرحمن بيقول له يا رب علمني شيئا ادعوك به واذكرك به. ربنا قال له يا موسى قل لا اله الا الله. ام سيدنا موسى قال لربنا يا رب كل عبادك يقولونها. طب ما كل الناس بتقول لا اله الا الله، انا عايز حاجه خاصه بيا انا. فربنا قال له يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن وضعت في كفه والاراضين السبع وما فيهن وضعت معهن في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. يبقى المؤمن دائما ذاكر لله في كل حال. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. سيدنا الصحابي الجليل ابو اليسرى كان يتاجر في الطم، فجاءته امرأة تشتري منه تمرة فقال لها ان في البيت تمرا اجود من هذا. دخلت وراء البيت، الشيطان لعب في نفسه فمد يده اليها ليضع يده على كتفها، فقالت له المرأة يا ابا اليسر اتق الله. هي قالت اتق الله كأن يده أصيبت بسبب. هلا حطها جنبه. مش لما يبقى المجتمع في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر اتق الله. يا سلام على اللي حصل من أبو اليسر بعد كده. خد بعضه راح يجري على سيدنا النبي. هو لا لمسها ولا حط إيده عليها ولا شيء. هو لسه بيحاول ثالثه اتق الله. والله خد بعضه راح للنبي. وايه رايح بقى مرعوب وحزين. قال سيدنا عمر قبل قال له ايه اللي حصل؟ حكى له. قال له مش الحمد لله انت تب؟ قال له الحمد لله. قال له خلاص ربنا يتوب عليك وما فيش داعي انك تعرض المساله على النبي بقى، هو النبي فضيلك. قال له لابد اقول له. فصلى العصر وراء رسول الله، وبعد ذلك عرض الامر على حبيب الله. فالنبي سأله هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال فان الله انزل علي الان قرانا يقول فيه واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قم مغفورا لك، قم مغفورا لك. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اذا لعب بنا الشيطان ان نقرأ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وبيقول ايه سيدنا النبي؟ انا عايزك توحد الله يا مسلم تقول لا اله الا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة. النبي المعصوم بيتوب واستغفر في اليوم 100 مرة. ولما كان يوم من المجلس، احنا من عادتنا لما بنبقى قاعدين مع بعض في مجلس بقى نقول احنا قايمين يا جماعه بقى، واحد يقول باي باي والتاني يقول جود مورنينج والتالت يقول لك مرتيه والرابع يقول لك بنصوار والخامس يقول لك بنجور والسادس يقول لك اوكي واللي يعمل بايده كده يا باي من باي باي يا اخوانا يا باي من الحاجات بتاعتنا. انت عارف النبي لما يقوم المجلس كان يقول ايه؟ شوف كفارة المجلس،
كفارة المجلس بتاع النبي مش رفور بقى. لا بتحس ما رفوع. ربنا ما قالش النبي لسه المعراج باي باي يا محمد. ما حصلش والله. ده قال له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. شوف كفارة المجلس اللي النبي قالها له. قال ايه? سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اهو بالكلمتين دول يكفروا الذنوب واللغط اللي حصل من اللسان في المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تقبل الله مني ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.